مشاهدينا الكرام في كل مكان، طاب مساءكم بكل خير وبركة، وسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. عبر عمان الرياضية، وفي هذا المساء الجميل سنكون سويا في الجولة الأولى من دوري عمان تل المحترفين في النسخة الرابعة، وفي البطولة رقم 41 في تاريخ الدوري العماني، وفي هذه المباراة الخامسة لهذا الموسم، لكنها المباراة رقم 541 في عصر الاحتراف. هذه المواجهة التي يستضيف فيها الملك نادي النصر نادي الشباب، في هذه المواجهة التي يظهر فيها الفريقين لأول مرة من خلال هذا الموسم، النصر يستضيف الشباب في أمسية كروية منتظرة، بل هي مرتقبة على ملعبه وسط جماهيره وبعناصره الجديدة بالنسبة لنادي النصر، وكذلك الشباب أيضا بعناصر جديدة دعم من خلالها الصفوف. لكن نادي النصر الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 37 نقطة، جمعها من خلال 9 انتصارات 10 حالات تعادل و7 هزائم، سجل من خلالها 22 هدف وسجل في مرمى 22 هدف، بينما الشباب من أنهى الموسم الماضي وكان قريبا من وداع دوري عمان تل المحترفين، لكنه استطاع في الأمتار الأخيرة أن يحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات 7 تعادلات و11 هزيمة، سجل 29 هدف وسجل في مرمى 40 هدف. هذه المواجهة التي ستكون بإدارة الحكم هيثم العامري، والذي سيساعده المساعد الأول إبراهيم الشرقي، والمساعد الثاني حمود الشعيبي، والحكم الرابع مازن المشيخي، ولدينا في الصورة يظهر فهد نصيب كابتن وقائد نادي النصر، بينما في الجانب الآخر اللاعب رقم 27 عبد المجيد اليحمدي هو من سيكون قائدا لنادي الشباب للصقور الشبابية في هذه المواجهة وفي هذه المباراة. سنبدأ أولا بالضيوف نادي الشباب وبمدربه الوطني وليد السعدي، فلدينا في حراسة المرمى عبد الله الفريسي، في خط الدفاع الرباعي عمرو جنيات اللاعب السوري وشوقي غريب خالد ناصر عبد المجيد اليحمدي، وفي المنتصف الرباعي ايضا الغاني ارنست، وايضا منذر الصبحي سامح الحسني وجميل اليحمدي، بينما في المقدمه عمر المالكي واللاعب العائد الى هذا الملعب وهو الافواري كوفي ميشاك، بينما تشكيلة النصر مستضيف هذا اللقاء بمدربه الإسباني إيمانويل كاليخا صاحب 45 سنة، فلدينا اليوم يلعب بثلاثة خمسة اثنين في حراسة المرمى الأخطبوط فايز الرشيدي، وفي الدفاع الثلاثي فهمي دوربين فهد نصيب خالد اسكندر، وفي الوسط الخماسي محسن جوهر جلس فرن وأيضا أحمد القريني وأنور مبارك، وفي المقدمة مازن السعدي وكذلك منذر عمير. هذه تشكيلة الفريقين مع الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة، وهذا محدثكم شبيب محمد الحبسي، يتمنى لكم فرجة ممتعة وأن نستمتع سويا بهذه المواجهة كما استمتعنا في ليلة البارحة بديربي الباطنة ما بين صحم وصحار، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 0-0، وأيضا نادي ظفار استطاع أن يقلب الطاولة على نادي مسقط واستطاع الفوز عليه بنتيجة هدف مقابل هدفين، بينما بل فاز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بينما عمان العائد إلى الأضواء مرة أخرى استطاع بأن ينتصر على الوصيف في الموسم الماضي نادي السويق بهدف مقابل لا شيء. لدينا مواجهات اليوم أيضا، نادي أرستاق يلعب ولأول مرة في عصر الاحتراف ويواجه نادي العروبة، بينما الخابورة والنهضة أيضا في مواجهة ستكون في المجمع الشبابي بصحار بالنسبة لهذه الجولة. بدأت المباراة والبداية لنادي النصر، وهذا هو الشيء الطبيعي بالنسبة لأن نادي النصر هو من يستضيف المواجهة. فايز الرشيدي سنوات رائعة قضاها مع السويق، ولكنه فضل أن يتواجد مع نادي النصر للموسم الثاني على التوالي صاحب 28 سنة. تعود الكرة لدينا بالنسبة لنادي النصر الذي تعاقد مع مدرب إسباني، وبالتالي الآن أصبح في دورينا مدربين إسبانيين. لدينا مدرب نادي مسقط أندريس إيبارا الذي استطاع
بأن يفوز على نادي السويق، واليوم مواطنه في هذه المواجهة وفي هذه المباراة أمام المدرب الوطني وليد السعدي. ووليد السعدي بالمناسبة يواجه نادي النصر للمرة الثانية، لأنه في الموسم الماضي واجه نادي النصر وخسر في تلك المباراة بهدف مازن السعدي الحاضر في هذه المواجهة. كوفي ميشاك يحاول عودة مرة أخرى، تعود الكرة وتصل لنادي النصر، محاولة أولى لكن تقطع إلى عمر المالكي، سقوط وبعد ذلك الكرة إلى ضربة حرة. عمر المالكي القادم من نادي السيب لديه 3 أهداف في الموسم الثاني عندما كان نادي السيب قبل أن يهبط، وبالتالي تتحدث عن عمر المالكي صاحب 22 سنة، وهو الرجل الذي استطاع أن يسجل هدف التعادل لنادي السيب في نهاية البطولة الخليجية التي أقيمت في أستاد السيب، والتي بعد ذلك خسر نادي السيب المواجهة أمام الشباب الإماراتي. لاحظ الكرة الماضية والكرة إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لنادي النصر. النصر يريد أن تكون البداية مثالية، لما لا؟ والنصر الذي لم يسبق له منذ بداية عصر الاحتراف في موسم 2013-2014 أن فاز في المباراة الأولى، وتصور معي ذلك، النصر لم يسبق له أن فاز في المباراة الأولى في موسم 2013-2014، خسر من السويق بنتيجة هدف مقابل هدفين. في موسم 2014-2015 تعادل مع صحار بنتيجة هدف مقابل هدف، وفي الموسم الماضي خسر من أمام السويق بهدف مقابل هدفين. بينما الحال أيضا ينطبق بالنسبة لنادي الشباب الذي لم يسبق له أن فاز في المباراة الأولى، والذي خسر في موسم 2013-2014 تعادل عفوا أمام فنجا بنتيجة هدف مقابل هدف، ثم بعد ذلك في الموسم الثاني تعادل مع بوشر بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وفي الموسم الماضي خسر من أمام نادي ظفار بنتيجة 0-2. هذه هي النتائج بالنسبة للفريقين في الجولة الأولى، ونحن في الجولة الأولى وما زال السجال مستمر والحوار والنقاش مستمر بالنسبة لهذه المواجهة وفي هذه المباراة. وهنا لدينا الفرصة والمحاولة، الكرة عند عمر المالكي في محاولة من المالكي الذي يلعب مع منتخبنا الوطني كما يعرف الجميع، قطعت هذه الكرة وعادت بعد ذلك لنادي النصر. انطلاقة تأتي من قبل الإسباني فاران تناك خيمينيز إلى مازن السعدي في محاولة من مازن، ما زالت الكرة مستمرة ولكن تقطع هذه الكرة وتعود بعد ذلك عند أرنست اللاعب الذي لعب مع نادي صلالة. الكرة إلى خارج الملعب، المدرب الإسباني إيمانويل كاليخيا، المدرب صاحب 45 سنة، المدرب الذي جاء بلاعبين كانوا يلعبون في الدوري الإسباني، تتحدث عن اللاعب السنغالي وادي فال جالاس الذي كان يلعب في نادي أتلتيكو مدريد سي، وأيضا لعب لنادي جورونا الإسباني، وأيضا لدينا اللاعب الإسباني الآخر فاران تناكا خيمينيز اللاعب الذي تواجد ولعب في الدوري الإسباني تسديد، لكن الكرة تذهب إلى حارس المرمى فايز الرشيدي. نعم اللاعب فاران تناكا خيمينيز الذي لعب مع نادي ريال مدريد لفئة الشباب منذ موسم 2001 حتى عام 2005، ولاحظ الكرة الماضية التي سددها كوفي ميشاك، لكن بعد ذلك حارس المرمى فايز رشيدي حاضرا في الكرة الماضية. المباراة حتى هذه اللحظة 5 دقائق والنتيجة هي بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. جس نبض وقراءة الخصم هذا ما نشاهده من خلال هذه المباراة. فايز رشيدي الذي يبحث عن بطولة مع نادي النصر، نعم استطاع أن يحقق بطولة كأس مازدا، لكنه يريد أن يحقق بطولة مع نادي النصر من خلال بطولة الدوري. لكن النصر بالعناصر الموجودة، أنا لا أعتقد بأن نادي النصر سيفرط بفرصة الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم. كل العوامل مهيئة لنادي النصر بأن يفوز ببطولة الدوري، لديه أفضل العناصر ولديه أفضل اللاعبين. نعم هذا ما يحدث مع نادي النصر. الموسم الأول ربما جماهير الملك النصراوي تقول بأنه موسم إعادة الروح لنادي النصر، لكن هذا الموسم لابد أن نشاهد النصر في منصات التتويج، لأن النصر غاب كثيرا عن تحقيق بطولة الدوري، وبالتالي أنت تتحدث عن نادي النصر الذي فاز ببطولة الدوري 5 مرات، وبالتالي تتحدث عن آخر بطولة فاز فيها في موسم 2003-2004، وإذا تحدثنا عن بطولة الكأس فإنه فاز بآخر بطولة كانت في موسم 2005.
الكرة عادت وصلت لنادي الشباب، محاولة إلى كوفي ميشاك، الإفواري يحاول فيها لكن الفيل الإفواري مقطوع الكرة، وصلت وعادت عند فايز الرشيدي. 28 سنة لفايز الرشيدي، 16 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني، كانت أول مباراة دولية بالنسبة لفايز الرشيدي في لقاء منتخبنا الوطني في مسقط أمام السويد في عام 2010. تعود الكرة تصل بعد ذلك إلى دفاعات نادي النصر، التعادل السلبي ما زال حاضرا ما بين الفريقين، ولكن نحن ننتظر متعة وحلاوة كرة القدم أن تكون حاضرة من جانب الطرفين، ما في هجمات خطيرة من جانب الفريقين حتى هذه اللحظة. وليد السعدي، نعم المواجهة صعبة للغاية، والإسباني في الظهور الأول على مستوى دورينا، وبالتالي لدينا أيضا اللاعب السوري عمرو جنيات، اللاعب الذي يتواجد مع نادي الشباب، تواجد في الموسم الأول مع نادي الشباب والآن يعود مرة أخرى لنادي الشباب. الكرة بدون عنوان عادت بعد ذلك إلى دفاعات نادي الشباب، الكرة وصلت عند خالد البريكي، تحويل الكرة إلى الجهة اليسرى عند عمرو جنيات، اللاعب صاحب 23 سنة، اللاعب الذي لعب لنادي الكرامة السوري والمحافظة الدمشقي، ومثل منتخب بلادي بالمناسبة في 4 مباريات دولية. وهنا المدرب الإسباني الذي وقع مع نادي النصر لموسمين، بينما وليد السعدي هو الآخر الواضح في الصورة للموسم الثاني على التوالي يتواجد مع نادي الشباب من خلال هذا الموسم. وبالمناسبة لدينا في بطولة الدوري 3 مدربين وطنيين، تتحدث عن مدرب نادي الشباب وهو وليد السعدي، وكذلك مصبح السعدي في نادي صحم، وخليفة المزاحمي في نادي النهضة، بينما لدينا 7 مدربين من الجنسية العربية، 3 مدربين من المغرب، مدربين من مصر، ومدرب من سوريا وتونس. هنا فرصة ومحاولة، الكرة وصلت عند جميل اليحمدي، العرضية حاضرة ولكن الرأسية أيضا حاضرة من دفاعات نادي النصر لتعود مرة أخرى. نادي الشباب يحاول من خلال هذه الفرصة، الإبعاد حاضر، وبعد ذلك أحمد القريني يبعد الكرة، حوار وجدال بالرؤوس، ينتهي هذا الحوار إلى كرة عند عمرو جنيات، قطعت الكرة إلى الصبحي، محاولة عند عمر المالكي، سقوط في الكرة الماضية، لكن الكرة عند أرنست، إلى من؟ الكرة إلى أرنست مرة أخرى، العرضية لكن الكرة تبعد، وما زالت الكرة خطيرة، وبعد ذلك تصل إلى الإسباني الذي لديه الكرة في هذه اللحظات. عادت الكرة وصلت إلى الإسباني، بالمناسبة اللاعب الإسباني فاران يحتفل اليوم بعيد ميلاده 30 في هذا اليوم، ويريد أن يكون في الظهور الأول مع نادي النصر بأن يحقق النصر ويفرح الأنصار والمحبين من خلال هذه المواجهة. عادت الكرة وصلت لنادي الشباب، لدينا أيضا مدربين من إسبانيا ومدرب من البرتغال، مدرب نادي فنجا مانويل، وأيضا مدرب من إيطاليا وهو مدرب نادي العروبة فابيو لوبيز. هذا بالنسبة للمدربين. الكرة تعود تصل مرة أخرى لنادي النصر إلى ضربة حرة، لكن أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي. أنت تصور معي عزيزي المشاهد، في الموسم الماضي 36 حالة إقالة في بطولة الدوري من خلال كم؟ 26 جولة. هذا العدد الكبير، ربما سندخل إلى موسوعة جنس الأرقام القياسية، 36 حالة إقالة أو استقالة أو استغناء، سميها ما تسميها، تصور معي ذلك. لكن رابطة دوري المحترفين برئاسة الشيخ شبيب الحوسني في هذا الموسم أصدرت قرارا وهو قرار صائب جدا، يعني المدرب لا يحق له الانتقال إلى نادي آخر إلا بعد 3 أشهر، وهذا الشيء إيجابي حقيقة. يعني أنت تتحدث، يعني المدرب تجده مثلا في اليوم مع نادي، وغدا تشاهده في نادي، وقد حدث ذلك في بطولة الدوري في الموسم الماضي، والكل يعرف ما حدث في الموسم الماضي، لكن من خلال هذا الموسم نتمنى بأن يكون موسما رائعا نتمناه، ونحن نتحدث عن البدايات بالنسبة لبطولة دورينا في النسخة الرابعة لهذه البطولة. نعم نحن دخلنا في الاحتراف، ولذلك نحن بحاجة بأن نشاهد الاحتراف واقعا ملموسا من خلال بطولة الدوري. إذا حالة تسلل في الكرة الماضية، وفايز الرشيدي حارس مرمى منتخبنا الوطني،
الحارس الذي تواجد مع نادي السويق منذ عام 2006 حتى عام 2014 وحقق ثلاث بطولات دوري ومرتين لكأس صاحب الجلالة، وأيضا حقق بطولة كأس السوبر مع نادي السويق، ثم رحل إلى نادي صحم والآن هو للموسم الثاني مع نادي النصر. الكرة والمحاولة، كوفي ميشاك يحاول فيها لكن الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. لكن أنا لدي تساؤل، ما هي الآلية التي يذهب إليها وتذهب إليها إدارات الأندية في التعاقد مع المدربين؟ يعني شاهدنا حالات إقالة كبيرة، وإذا أكملنا الحديث عن الإقالات بالنسبة للفريقين الحاضرين في هذه المباراة، تتحدث عن نادي الشباب في الموسم الماضي بدأ مع المدرب الوطني خلفان اليحيى، ثم بعد ذلك أتت الإقالة لتكون أسرع إقالة بالنسبة لبطولة الدوري، ثم بعد ذلك تولى المهمة وليد السعدي، ثم جاء المدرب البوسني كوزك، ثم بعد ذلك استلم المهمة وليد السعدي وأبقى نادي الشباب في بطولة الدوري. والحال أيضا ينطبق بالنسبة لنادي النصر الذي بدأ مشواره في الموسم الماضي مع التونسي لطفي رحيم، ثم بعد ذلك مع البلجيكي لوك الذي ترك نادي النصر وذهب إلى نادي المريخ السوداني، ثم بعد ذلك جاء المدرب الفرنسي دراغان، ثم بعد ذلك جاء المدرب البوسني كريسو الذي رافق نادي النصر إلى نهاية الموسم. لكن هذا الموسم النصر بالمدرب الإسباني في التجربة، ولا بد أن يكون هناك صبر على المدربين. يعني المدرب ليس بإمكانه من خلال مثلا شهر واحد أن يعرف كل شيء عن اللاعبين وعن الإدارة وعن كل شيء. هذه ما حدثت في تاريخ كرة القدم. أنا ما سمعت في حياتي إقالة وإقالات كما سمعنا في دورينا. لا نتمنى من خلال هذا الموسم أن نشاهد إقالات، وحتى الآن نحن في الجولة الأولى ولكن نبحث عن متعة وحلاوة كرة القدم الغائبة حتى هذه اللحظة متابعينا مشاهدينا في كل مكان، ونحن نقترب كثيرا من الوصول إلى الربع ساعة الأولى من أحداث هذه المواجهة، وما زال التعادل السلبي حاضرا من جانب الطرفين في هذه المباراة التي تجمع ما بين نادي النصر ونادي الشباب. وهنا لدينا الانطلاقة ولدينا الفرصة عند عبد المجيد اليحمدي، عودة بالكرة وصلت عند جميل اليحمدي لاعب شاب 22 سنة. جميل محاولة تصل الكرة إلى الصبحي، إلى كوفي ميشاك، إلى من؟ الكرة وصلت بعد ذلك إلى عمر المالكي، لكن بعد ذلك تقطع لتعود وتصل عند الإسباني خيمينيز الذي يحاول في هذه الكرة. عيد ميلاد 30، يريد أن يحتفل بعيد ميلاده من خلال هذه المباراة ومن خلال تحقيق النصر للنصر والثلاث نقاط. فمن يكسب الرهان ويكسب الفوز في هذا المساء، والصراع سيستمر حتى 90 دقيقة من أحداث هذه المواجهة. هذا هو الإسباني، نعم، اللاعب الذي لعب لنادي ميديريا البرتغالي ولعب لنادي ريال مدريد سي وليغانيس الإسباني الوافد الجديد للليغا الإسبانية، وأيضا لعب لنادي سالتا فيغو ولعب لنادي إسبانيول بي، وبالتالي سيكون إضافة كبيرة بالنسبة لنادي النصر. وأيضا نادي النصر الذي أيضا كما يعرف الجميع بأنه تعاقد في الموسم الماضي مع اللاعب الكوري كيم، وكان إضافة كبيرة في منتصف الميدان، والإسباني أيضا إضافة ستكون حاضرة. وهنا لدينا فرصة حاضرة لنادي الشباب، ولكن الإبعاد يأتي من قبل فايز رشيدي لتذهب الكرة إلى ضربة ركنية أولى من أحداث هذه المواجهة. إذا الكرة إلى ضربة ركنية لنادي الشباب، وسيكون اللاعب رقم 23 هو من سيكون حاضرا في تنفيذ هذه الكرة. سامح الحسني هو من سينفذ هذه الكرة، الضربة الركنية الأولى. سامح على التنفيذ، إرسال الكرة، ولكن الكرة طالت على أرنست وذهبت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لنادي النصر. هذا هو الإسباني، أعتقد بأنه جاء بتوصية من قبل المدرب الإسباني إيمانويل كاليخيا. ولاحظ هذه الكرة والكنترول السيء الذي كان حاضرا من قبل لاعب نادي الشباب وهو اللاعب سامح الحسني، لم يستلم الكرة بالشكل المطلوب، وبعد ذلك خروج موفق لفايز رشيدي والذي أبعد الكرة الماضية ووصلت بعد ذلك إلى ضربة الركنية. فايز رشيدي الذي قدم أوراق اعتمادي في بطولة الدوري، وأعتقد وتظل هذه هي وجهة نظري الشخصية المتواضعة بأن فايز رشيدي هو أفضل حارس مرمى في دورينا، لأن فايز رشيدي حقيقة بالمستويات الكبيرة التي يقدمها ونادي النصر الذي
صال وجال حتى كسب ود فايز الرشيدي. وفايز الرشيدي الذي كان له حديث صريح جدا وقالها بالحرف الواحد: سأبحث عن البطولات. وبالتالي هو جاء من نادي السويق ومحققا للبطولات، لكنه يبحث عن بطولة مع نادي النصر، يريد بطولة الدوري، والكل يطمع ببطولة الدوري ونحن في البدايات. وبالمناسبة بالنسبة لبطولة الدوري، حتى هذه اللحظة ومن خلال 14 نادي في دوري عمان تل المحترفين، لدينا 8 أندية من خلال هذا الموسم حققت بطولة الدوري: فنجة وظفار ب9 ألقاب، والنصر ب5 ألقاب، العروبة ب4 بطولات، مسقط والنهضة والسويق ب3 ألقاب، وعمان لمرة واحدة، والكرة والمحاولة لكن للإبعاد حاضر إلى خارج الملعب. وأيضا لدينا بالنسبة لبطولة الدوري، أهل سداف فاز ببطولة الدوري لمرة واحدة، وأيضا لدينا الغائب الأبرز عن دوري عمان تل المحترفين وهو نادي صور الذي فاز ببطولة الدوري كذلك لمرتين. الكرة إلى ضربة الركنية في هذه اللحظات، هنا لدينا نادي النصر في الضربة الركنية الثانية في المباراة، لكنها الأولى لنادي النصر. الآن سنشاهد ونرتقب هذه الكرة، الكرة ملعوبة مرسولة والرأسية لا تأتي، بل تأتي لكنها تذهب إلى خارج الملعب وتذهب إلى ضربة مرمى. حاول فيها اللاعب رقم 6 بالنسبة لنادي النصر، ولكن خالد سكسندر هو من حاول في الكرة الماضية، والكرة ذهبت إلى خارج الملعب. الذي جدد بالمناسبة مع نادي النصر، لاحظ الكرة الماضية والمدافع خالد سكسندر الذي حاول في الكرة الماضية، لكن الكرة إلى خارج الملعب، وتلقى معها التحية من قبل فهد نصيب. إذا الكرة إلى خارج الملعب، والآن إلى ضربة حرة تصل لنادي الشباب. ما زال التعادل السلبي مستمر ما بين الفريقين. النصر الذي استعد لبطولة الدوري بشكل مبكر بعد أن شارك في بطولة كأس خريف صلالة وخرج من دور نصف النهائي، ثم بعد ذلك أقام معسكرا مغلقا في مسقط لمدة 10 أيام، لعب مع بوشر وتعادل بنتيجة 0-0، ثم خسر من أمام الرستاق بنتيجة 0-1. بينما الشباب الذي لعب 7 مباريات، لعب مع العروبة ومجيس وفنجة وصحم والرستاق وأهل سداب ومنتخبنا الأولمبي، واستطاع الفوز في 5 مباريات وخسر في مبارتين. الكرة تعود وتصل لنادي النصر، الكرة تتحول إلى الجهة اليسرى، هدف أول من الممكن أن يغير من سيناريو هذه المباراة، من الممكن أن يحدث ذلك. إلى مازن السعدي، محاولة تصل بعد ذلك، يحاول فيها السنغالي، جلس، عادت إلى مازن السعدي، والكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس لنادي النصر. لاحظ الكرة الماضية وإرسال الكرة، وبعد ذلك حارس المرمى أفلتت منه وهو عبد الله ناصر، لكن بعد ذلك تدارك الموقف ومسك بالكرة. ترسل الكرة، عادت إلى خالد إكسندر، انطلاقة ومرور، بعد ذلك الكرة إلى المقدمة، من الممكن أن تكون إلى أرضية، نعم هي إلى أرضية، لكن بعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة الركنية. الآن نادي النصر بدأ يعمل بشكل جيد، هذا ما نشاهده. إذن النصر الذي يريد أن يحقق اليوم الانتصار من خلال هذه المباراة لتكون بذلك البداية المثالية، لأنه لم يسبق له أن فاز في أول مباراة كما ذكرنا، وهنا فرصة، ولكن الكرة بعد ذلك تصل إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لنادي النصر. إذا الكرة إلى رمي التماس لنادي النصر، آخر 10 مواجهات ما بين الفريقين، 5 حالات انتصار لنادي النصر. وهنا وليد السعدي بالمناسبة منذ أن استلم المهمة بعد كوزك، هذه هي المباراة رقم 14 بالنسبة لوليد السعدي في بطولة الدوري، وبالتالي المدرب وليد السعدي عمل فيها المصنعة لموسمين، وهو في الموسم الثاني مع نادي الشباب. ولدينا أيضا نادي الشباب الذي فاز في مبارتين وتعادل الفريقين في 3 مباريات، سجل النصر 13 هدف بينما الشباب سجل 12 هدف. ونتحدث نحن عن آخر 10 مواجهات ما بين الفريقين والتي جمعت ما بين الفريقين، ولكن التعادل السلبي الحاضر ما بين الفريقين حتى هذه اللحظة والذي نشاهده حتى الآن. الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس، آخر تعادل
سلبي كان في موسم 2010، وكان بالمناسبة في الجولة الخامسة، وكانت المباراة على هذا الملعب، وهذه هي المواجهة الثالثة التي يلعب فيها الفريقين على هذا الملعب. أتحدث عن آخر 10 مواجهات ما بين الفريقين. إلى الكرة ملعوبة مرسولة إلى الأمام، كوفي ميشاك ينتظر المساندة، ينتظر الكرات الحاسمة ليحسم الأمور ويحسم الموضوع ويسجل أول أهداف هذا اللقاء. لكن لاحظ الكرة الماضية والكرة التي لعبت، وبعد ذلك الكرة خرجت إلى خارج الملعب. من الممكن بداية موسم أن نتحدث، لكن الفريقين حتى هذه اللحظة الهجمات الخطيرة خجولة من جانب الطرفين، نادرا ما نشاهد الفرص، لكن ننتظر الهدف الأول. إن أتى الهدف الأول سيتغير الكثير من سيناريو هذه المباراة. وبالمناسبة في هذا الموسم لدينا مباراتين في الشوط الأول لم نشاهد فيها الأهداف، مباراة الافتتاح ما بين السويق وعمان لم نشاهد فيها الأهداف، وأيضا مباراة صحم وصحار أيضا لم نشاهد فيها الأهداف، سلامات للاعب عمرو جنيات اللاعب السوري المحترف في صفوف نادي الشباب الذي يتلقى العلاج في أرضية ملعب المباراة، سلامات لعمرو. أول مباراة لهذا الرجل كانت ضد بوشر في موسم 2014-2015 في المباراة التي لو تذكرون تعادل فيها نادي الشباب مع نادي بوشر بنتيجة هدفين مقابل هدفين في تلك المواجهة. الحضور الشرفي للفريقين وبطولة الدوري. هنا لدينا أيضا وليد السعدي يوجه اللاعبين، المباراة رقم 14 بالنسبة لوليد السعدي مع نادي الشباب بعد أن استلم المهمة. ولذلك وليد السعدي الذي يأتي لنادي الشباب للمرة الثالثة، لكن أتحدث بعد إقالة كوزك وبدأ المشوار في الجولة رقم 13 في الموسم الماضي، وبالتالي هو حقق 6 حالات فوز و4 تعادلات 3 هزائم بالنسبة لوليد السعدي، سجل نادي الشباب بقيادة المدرب الوطني وليد السعدي 16 هدف وسجل في مرماهم 14 هدف، وبالتالي وليد السعدي ما يحسب لهذا المدرب أنه استطاع بأن يبقي نادي الشباب مع الكبار، وبالتالي الشباب يريد من خلال هذا الموسم أن يظهر بثوب مختلف وأن يعيد ذلك الموسم الجميل للصقور الشبابية في موسم 2011-2012 الذي كان قريبا جدا من تحقيق بطولة الدوري، ولكنه في الأمتار الأخيرة لم يستطع أن يحقق بطولة الدوري، واستطاع نادي فنجة أن يحقق تلك البطولة. مازن السعدي الواضح في الصورة، مازن الذي بدأ مع نادي السويق ثم لعب للمصنعة ثم السيب، وكانت فترة رائعة بالنسبة لمازن السعدي، والآن هو للموسم الثاني مع نادي النصر والذي لم يجد الفرصة، وهنا فرصة خطيرة من خالد، لكن الكرة وصلت بعد ذلك عند الحارس عبد الله ناصر الذي يمسك الكرة الماضية، والكرة الماضية كانت خطيرة لكن يقظت حارس المرمى عبد الله ناصر تبقي الشباك نظيفة حتى هذه اللحظة. تعود الكرة تصل بعد ذلك، تهديد حقيقي كان حاضرا، لكن عبد الله ناصر أيضا كان حاضرا في الكرة الماضية. الكرة مرسولة ملعوبة إلى الأمام، لمسة يد في الكرة الماضية وضربة حرة لنادي النصر. عمر المالكي صاحب 22 سنة لاعب منتخبنا الوطني، الكرة تعود، حتى الآن لدينا 10 أهداف من خلال المباريات الأربع في بطولة الدوري من خلال هذا الموسم، لكن بالمناسبة لدينا في بطولة الدوري في الموسم الأول تم تسجيل 484 هدف من خلال 182 مباراة، في الموسم الثاني 479 هدف، وفي الموسم الثالث وهو الأقل تم تسجيل 405 أهداف فقط، وبالتالي الموسم الأول كان الأبرز، وربما الموسم الأول الذي شاهدنا فيه أيضا أول تعادل سلبي حضر في لقاء الشباب ونادي السيف في الجولة الثالثة لو تذكرون، وبالتالي نحن أيضا نتحدث عن التعادل السلبي الحاضر، وهنا التسديدة أيضا حاضرة، لكن بعد ذلك الكرة تقطع وتعود عند الإسباني. وصلت الكرة، عادت مرة أخرى، والمحاولة الآن والانطلاقة، سقوط، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء يشير إليه حكم المباراة وقرار
يأتي من قبل حكم المباراة، وقرار جريء جدا من قبل الحكم هيثم العامري صاحب 29 سنة، وهو الحكم الذي يشير إلى ركلة جزاء في هذا التوقيت وركلة الجزاء الذي ننتظر الإعادة لنعرف ما حدث في الكرة الماضية، وبالتالي ركلة جزاء، وبالتالي هي ركلة الجزاء التي ستكون حاضرة. وبالمناسبة هذه هي ثاني ركلة جزاء في بطولة الدوري من خلال هذا الموسم، لأننا شاهدنا في لقاء نادي صحم أمام نادي صحار أيضا ركلة جزاء لنادي صحم، واستطاع محمد الغساني أن يسجل في تلك المباراة، لكن لاحظ هذه الكرة ولاحظ الإعادة، الصورة غير واضحة في اللقطة الماضية، وبالتالي لدينا ركلة جزاء. منذر عمير من عرقل في الكرة الماضية، ولكن لاحظ سنترك الكرة للمختصين، لدينا الكرة الآن والضربة التي ستكون حاضر، ضربة جزاء لنادي النصر، والإسباني خيمينيز على تنفيذ هذه الكرة، الإسباني خيمينيز، جول ملكي أول يأتي عن طريق الإسباني خيمينيز، والنصر يبدأ المشوار عن طريق الإسباني الذي يحتفل بعيد ميلاده. نعم الإسباني خيمينيز يسجل أول الأهداف لنادي النصر من علامة الجزاء. إذن النصر يتقدم، النصر يريد النصر، وخيمينيز يسجل أول أهدافه في بطولة الدوري. الكرة سددت بالشكل السليم، والإسباني أفرح الأنصار والمحبين، وسجل للملكي نادي النصر أول أهداف اللقاء. إذن النصر هدف، والشباب لا شيء، وفرحة للجهاز الفني لنادي النصر. إذن النصر يتقدم عن طريق الإسباني خيمينيز، إذن هدف مقابل لا شيء، والنصر الذي يريد النصر، ولذلك هو يتقدم بنتيجة المباراة. إذن هدف عن طريق الإسباني، نعم فرانتانك خيمينيز أول أهدافه في هذا الموسم وبقميص نادي النصر. الكرة تصل إلى عمر المالكي، قطعت هذه الكرة، عادت بعد ذلك ووصلت لنادي النصر، تحويل الكرة بدون عنوان، أخطأ الطريق، أخطأ العنوان، وعادت الكرة عند أحمد القريني. أحمد يحاول في هذه الكرة، تعود الكرة وتصل عند جلس إلى خالد، يعود بالكرة إلى فهمي دوربين، تصل بعد ذلك إلى أنور مبارك، ضربة حرة ضد أرنست، وهنا لدينا حكم المباراة يتحدث مع اللاعب الغاني أرنست، وحكم المباراة الذي أدار أول مباراة له بالمناسبة في بطولة الدوري كانت ما بين المصنعة وبوشر في موسم 2014-2005 2015 عفوا، وهو من بدأ التحكيم في عام 2011. الكرة بعد ذلك تعود وتصل لي الشباب، بحث عن الهدف الأول، الشباب يبحث عن الهدف الأول، فرصة ومحاولة، قطعت هذه الكرة وعادت لنادي الشباب إلى عمر المالكي. بالمناسبة نادي الشباب إن سجل اليوم في هذه المباراة فإنه سيصل إلى الهدف رقم 100 له في عصر الاحتراف. نادي الشباب يبحث عن هدفه رقم 100، ونحن ننتظر هذه الكرة، والكرة الخطورة لكن تبعد بعد ذلك وتعود وتصل لنادي النصر. نعم الشباب يبحث عن هدفه رقم 100، لأن الشباب في الموسم الأول سجل 36 هدف، في الموسم الثاني سجل 34 هدف، وفي الموسم الماضي سجل 29 هدف، ولذلك الهدف رقم 100 من سيكون سعيد الحظ ويسجل لنادي الشباب ويعود بنادي الشباب من الباب الكبير. إذن بطاقة صفراء، أرنس يتحصل على بطاقة صفراء بعد الاعتراض وبعد الكرة الماضية، غير راضي أبدا أرنس اللاعب الغاني، ولاحظ الكرة الماضية والاشتراك الذي حدث في الكرة الماضية وبعد ذلك الدخول من قبل أرنس، وبالتالي الكرة إلى ضربة حرة وبطاقة صفراء أولى، أول بطاقة في هذه المباراة، والهدف رقم 100 للشباب. من يسجله؟ لديهم كوفي ميشاك، واحد من اللاعبين المميزين، ولديه أيضا في دكة البدلاء يونس المشيفي الذي من الممكن أن يكون من الأوراق الرابحة، وفائز رشيدي حتى الآن مرتاح البال، لم يختبر بتلك الاختبارات الصعبة، لم نشاهد فائز رشيدي كثيرا، ما في هجمات خطيرة لنادي الشباب، وبالتالي الشباب بحاجة إلى عمل كبير جدا
من أجل العودة إلى المباراة بهذا المستوى بهذا الحال. الشباب لن يتغير شيء بالنسبة للشباب، لكن النصر هل يريد أن يحافظ على هذا الهدف أم أنه سيسجل الثاني؟ هذا هو السؤال المطروح. حالة تسلل في الكرة الماضية. أيضا النصر بالمناسبة اليوم يلعب المباراة رقم 79 في عصر الاحتراف، وأيضا الشباب هو الآخر يلعب المباراة رقم 79 في عصر الاحتراف. النصر الذي سجل الهدف الأول وهو الهدف الذي سجله الإسباني هو الهدف رقم 95 بالنسبة لنادي النصر. النصر من خلال 78 مباراة 27 حالة فوز، 25 تعادل، 26 هزيمة. سجل 94 هدف وسجل في مرماه 87 هدف، بينما الشباب الذي حقق الانتصار في 25 مباراة بل 24 مباراة عفوا و25 تعادل و29 خسارة، سجل 99 هدف وسجل في مرماه 116 هدف. إذا الكرة إلى ضربة حرة، وليد السعدي الواضح في الصورة مدرب ينتظره مستقبل كبير، لكن لابد أن يعمل بالشكل المطلوب. الكرة وصلت عند فايز الرشيدي، تعود بعد ذلك. والنصر من خلال الموسم الأول سجل 27 هدف، الموسم الثاني سجل 45 هدف و22 هدف في الموسم الماضي. النصر يعني كان لديه كوفي ميشاك الذي سجل لوحده لنادي النصر 19 هدف، وهو من كان هدافا لبطولة الدوري كما يعرف الجميع، وبالتالي كوفي ميشاك الذي يشارك في هذه المباراة أيضا استطاع بأن يسجل في مرمى نادي الشباب وسجل هدفين، وكان ذلك في الأسبوع رقم 17، وكانت المباراة في أستاد السيب في موسم 2014-2015. الكرة تذهب إلى ضربة ركنية وإبعاد كان حاضرا في الكرة الماضية، وكوفي ميشاك ينتظر المساندة، ينتظر كرة، وبعد ذلك هو من سيتصرف مع الكرة وهو من سيعرف التعامل بالشكل المطلوب مع الكرة. إذا الكرة إلى ضربة الركنية، ملعوبة ضربة الركنية لكن لا تصل إلى لاعب نادي الشباب لتعود بعد ذلك إلى نادي الشباب. رمية تماس، ملعوبة الكرة إلى الصبحي بل هو اليحمدي، وصلت الكرة وعادت إلى سامح الحسني، عودة بالكرة والكرة تصل عند الحارس عبد الله ناصر الفريسي، الحارس الذي لعب لنادي صحم ولعب أيضا، وهنا فرصة ومحاولة خطيرة خطيرة، لكن خروج موفق من قبل فايز الرشيدي وينقذ الموقف في الكرة الماضية، لكن الكرة بعد ذلك إلى ضربة حرة. إذا الكرة إلى ضربة حرة، اعتراض من لاعبي نادي الشباب، وقد تأتي البطاقة الحمراء. يا أنس لديك بطاقة صفراء، ولا بد أن يضبط نفسه قليلا اللاعب أرنست، وبالتالي هنا لدينا سقوط للاعب منذر عمير لاعب نادي النصر. لا نتمنى أن نشاهد التوقف في هذه المباراة. لاحظ الكرة الماضية والاشتراك الكرة الماضية، وأرنست لديه بطاقة صفراء، وهنا الإعادة للفرصة عفوا، لكن بعد ذلك فايز الرشيدي خرج في التوقيت المثالي وأنقذ الموقف، وقبل أن تصل الكرة للاعب نادي الشباب. إذن نحن نصل متابعينا مشاهدينا في كل مكان إلى الدقيقة رقم 35 من أحداث هذه المواجهة، والنصر يتقدم بهدف مقابل لا شيء حتى هذه اللحظة، والهدف الذي سجله الإسباني فران تاناخ خيمينيز من علامة الجزاء، وبالتالي اللاعب الإسباني ومع مدربه الإسباني الذي يسير حتى هذه اللحظة في الطريق الصحيح، وهو المدرب الذي درب نادي فارزيم البرتغالي وأيضا درب في الدوري الإسباني نادي إيركولس ليس الإسباني لمدة موسم واحد فقط، وبالتالي الإسباني يأتي للمرة الأولى إلى بطولة دورينا. وليد السعدي عاشق المنتخب المنتخب البرازيلي، ووليد السعدي الذي استفاد من المدربين الوطنيين، ولذلك هو الآن في هذه المهمة مع نادي الشباب. لكن ما زلت عند رأي بأن نادي الشباب بحاجة إلى عمل كبير جدا، وبالتالي نادي الشباب من خلال هذه المباراة ربما صقور الشباب ومحبيه ومتابعي نادي الشباب ربما يقولون المباراة الأولى وبعد ذلك يتغير السيناريو، لكن النصر وعشاقه ومحبيه يريدون أن تكون البداية مثالية
من أجل المنافسة منذ البداية، عدم ضياع أي بطولة من خلال هذا الموسم. يريدون أن يكونوا في الصدارة وفي المقدمة مع الكبار، ويريدون أن يكون لهم نصيب من النقاط الثلاث من خلال هذه المباراة، لأن فنجة وظفار وعمان هم من يتصدرون حتى هذه اللحظة برصيد 3 نقاط، ثم يأتي بعد ذلك نادي صحم وصحار بنقطة واحدة. وبالتالي أنت تتحدث عن نادي ظفار وأيضا نادي فنجة وعمان من لديهم انتصار من خلال الجولة هذه الجولة ومن خلال المباريات التي لعبت ليلة البارحة. الكرة إلى ضربة حرة إلى نادي الشباب، تلعب هذه الكرة، تصل بعد ذلك لنادي النصر، أحمد القريني إلى خيمينيز يحاول فيها الإسباني، وصلت بعد ذلك وأرسلت إلى الأمام، لكن تقطع هذه الكرة وتعود عند جميل اليحمدي. جميل اليحمدي في الموسم الماضي بالمناسبة لديه 5 أهداف في بطولة الدوري، تحويل للكرة إلى الجهة اليسرى، والكرة ما زالت مستمرة والخطورة أيضا مستمرة وما زالت، لكن بعد ذلك الكرة إلى ضربة حرة ضد لاعب نادي الشباب، وبالتالي الكرة إلى ضربة حرة لنادي النصر. هنا اللاعب سامح الحسني الذي كان في الكرة الماضية، لكن بعد ذلك الدفعة كانت حاضرة وبالتالي ذهبت الكرة إلى ضربة حرة. إبعاد إلى خارج الملعب، نتيجة 1-0 غير مطمئنة أبدا، وبالتالي من الممكن أن يعود الشباب إلى المباراة، ومن الممكن أيضا أن يسجل النصر الهدف الثاني. نحن ننتظر ما سيحدث من تفاصيل وأحداث بالنسبة لهذه المباراة التي لم تنتهي بعد التفاصيل الكاملة، ولم نعرف كل القصة وكل الرواية، لأن الفريقين أمامهم عمل كبير من خلال هذا الوقت ومن خلال الشوط الثاني، والشباب الذي لم يرفع الراية البيضاء حتى هذه اللحظة، وبالتالي لم يرفع المنديل الأبيض، وهو مستمر من أجل البحث عن التعادل، ثم بعد ذلك التفكير في نقطة في النقاط الثلاث. ضربة حرة لنادي الشباب، من سيكون على تنفيذ هذه الكرة؟ حكم المباراة الذي سيستخدم الرذاذ المتلاشي، وبالتالي هو مدته فقط 60 ثانية وبعد ذلك سيذهب ويتلاشى، لكن هذه الكرة كيف ستكون؟ وربما يكون الاختبار الحقيقي بالنسبة للحارس فايز رشيدي. إذن حكم المباراة هيثم العامري يستخدم الرذاذ المتلاشي، وكما يعرف الجميع بأن أول مرة طبق الرذاذ المتلاشي كان ذلك في مونديال البرازيل في عام 2014. إذن لدينا الآن في هذه اللحظات ضربة حرة لنادي الشباب، التسديدة حاضرة لكنها بعيدة كل البعد وإلى خارج الملعب، وإلى ضربة مرمى لنادي النصر. أرنست حاول في الكرة الماضية لكن ذهبت إلى خارج الملعب، وأرنست الذي لديه فقط هدف وحيد مع نادي صلالة في الموسم الماضي. نشاهد دكة البدلاء بالنسبة لنادي النصر، وأيضا في الجانب الآخر لدينا بالنسبة لنادي الشباب في بنك الاحتياط، لدينا بالنسبة لنادي النصر في بنك الاحتياط أحمد الرواحي حارس المرمى، وأيضا لدينا علي صلاح، وأيضا أيوب الشيادي، عمر عادل، وأيضا لدينا مروان دوربين، ولدينا أيضا حسن علي ومحمد فرد. بينما في جانب نادي الشباب فلدينا في دكة البدلاء فارس الغيثي حارس المرمى، وأيضا لدينا سعود الفارسي، طارق الذهلي، وأحمد الخروصي، وعبد الحافظ المخيني، وعلي الهدابي، ويونس المشيفري، وهو ربما سيكون من الأوراق المهمة من خلال شوط المباراة الثاني. ربما المدرب وليد السعدي يجري أول التغييرات مع بداية شوط المباراة الثاني. الكرة وصلت وعادت بعد ذلك لتصل لنادي النصر، يحاول فيها النصر لكن عرقلة، والكرة إلى ضربة حرة لنادي النصر. إذن ضربة حرة لنادي النصر بعد العرقلة التي حدثت، تعود الكرة وضربة حرة يشير إليها حكم المباراة هيثم العامري. إذن 4 دقائق متابعينا مشاهدينا في كل مكان على نهاية شوط المباراة الأول من مواجهة النصر والشباب. الكرة والمحاولة لكن ما في حضور جماهيري، رغم أن الأجواء رائعة حقيقة في صلالة هذه الأيام، لكن ما في حضور جماهيري، لا نشاهد ذلك الحضور الكبير. الكرة والمحاولة، وصلت الكرة والتسديدة حاضرة لكن بعيدة كل البعد وإلى خارج الملعب. سامح الحسني
إذا الكرة تذهب إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لنادي النصر. إذا الكرة إلى خارج الملعب، لاحظ هذه الكرة ولاحظ اللعبة التي لعبت من عمر المالكي وبعد ذلك التسديدة من سامح الحسني وذهبت إلى خارج الملعب. تلعب الكرة، الإبعاد حاضر. خيمينيز، يا السلام على الإسباني، لكن بالخطأ من الإسباني. تعود بعد ذلك وتصل عند أرنست، تلعب الكرة، ترسل إلى الأمام، تعود إلى عمر المالكي. عمرو يحاول فيها، الانطلاقة حاضرة، هدف أول ربما يأتي للشباب، والهدف رقم 100 للشباب ربما يأتي في هذه اللحظات. هنا الفرصة والمحاولة، لكن الكرة تقطع والكرة تعود مرة أخرى، ما زالت مستمرة للشباب. هذه خطيرة، هذه خطيرة، من الممكن، من الممكن للشباب. الشباب يحاول، والكرة مرسولة، والكرة بعد ذلك، وجميل تسديد، لكن الكرة بعيدة وإلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لنادي النصر. إذا الكرة إلى خارج الملعب، حاول فيها جميل اليحمدي صاحب 23 سنة، لكن الكرة بعد ذلك ذهبت إلى خارج الملعب، وهو لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي. لاحظ هذه الكرة والتي أبعدت من أنور مبارك، ثم سدد بعد ذلك اللاعب جميل اليحمدي، وذهبت الكرة أدراج الرياح وإلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لنادي النصر. تلعب الكرة، ترسل إلى الأمام، لكن بعد ذلك تصل إلى عمر المالكي، تعود إلى جميل يحمدي، يحاول فيها جميل، بالخطأ من جميل، عادت ووصلت إلى خارج الملعب لنادي النصر. إيمانويل، واضح فيها الصورة، توجيهات مستمرة من الإسباني. إذا الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لنادي النصر. سلامات للاعب نادي النصر الساقط في أرضية ملعب المباراة فهمي دوربين، اللاعب الذي جدد لنادي النصر، لعب للاتحاد ومرباط وانضم لنادي النصر في عام 2014. هنا جانب من الحضور الجماهيري البسيط في ملعب المباراة، مشجعي ومحبي نادي النصر، بينما وليد السعدي يفكر ويتحدث مع المساعد، بينما إيمانويل يدون الملاحظات، يكتب، لأن لم يتبقى الكثير على نهاية شوط المباراة الأول، وبالتالي التوجيهات والتوصيات والإرشادات ستكون حاضرة من قبل المدربين في غرفة تبديل الملابس، وبالتالي ربما سنشاهد النصر بثوب مختلف وبمستوى أكثر فاعلية من خلال الشوط الثاني، وربما أيضا نشاهد الشباب هو الآخر بمستوى آخر عما ظهر فيه في شوط المباراة الأول. وسيكون شوط المباراة الأول بالنسبة للصقور الشبابية هو شوط للنسيان. الكرة تعود وتصل إلى أرنست، ترسل الكرة ملعوبة إلى الأمام، ما زالت الكرة مستمرة إلى كوفي ميشاك، يحاول فيها، لكن الكرة بعد ذلك تقطع من الدفاعات النصراوية. عادت الكرة ووصلت عند اللاعب منذر الصبحي إلى عمر المالكي، يحاول فيها، احتفاظ بالكرة، ولكن بعد ذلك تقطع هذه الكرة. تعود الكرة وتصل عند منذر عمير، سقوط، والكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لنادي الشباب، ودقيقتين هي الوقت المحتسب بدل الضائع الذي يشير إليه حكم المباراة هيثم العامري. إذن دقيقتين هي الوقت المحتسب بدل الضائع، دقيقتين كافية للفريقين بأن نشاهد هدف آخر. الكرة الآن لنادي الشباب، إرسال الكرة إلى الأمام، كوفي يحاول فيها، لكن الكرة تصل، حالة تسلل أو ماذا؟ نعم، حكم المباراة يشير إلى حالة تسلل. المساعد الثاني حمود الشعيبي صاحب 28 سنة، وهو حكم درجة أولى، والذي بدأ التحكيم بالمناسبة في عام 2012. لاحظ الكرة الماضية وحالة التسلل التي أشار إليه حكم المباراة في الكرة الماضية. إذا الكرة إلى ضربة حرة لنادي النصر، فايز رشيد يريد أن تكون الشباك نظيفة في أول المشوار وفي أول مباراة. حكم المباراة يتحدث مع فايز رشيدي. إذن الآن لدينا ضربة حرة لنادي النصر. النصر شوط أول والأهم في عالم كرة القدم تحقق، وبالتالي الشوط الأول، لكن الشوط الثاني
كيف سيكون للنصر؟ هل إلى انتصار أم نشاهد التعادل بالنسبة للفريقين؟ أو يقلب الشباب الطاولة ويفوز في المباراة. الكرة وصلت عند خيمينيز، يحاول فيها خيمينيز الكرة والمحاولة، الكرة مرسولة، هذه خطيرة، خطيرة من الممكن، يا سلام على الاستلام، وبعد ذلك التسديدة حاضرة، ولكن بعد ذلك الكرة تذهب إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. الكرة الماضية كانت رائعة، محسن جوهر الذي أشاهده لأول مرة في المباراة، ما شاهدنا محسن جوهر في المباراة، موسم أول مع نادي النصر بعد سنوات جميلة مع صحم، حقق من خلالها البطولة الأغلى وهي بطولة الكأس، لكن هنا الكرة تصل وتعود لنادي الشباب، عمرو جنيات يحاول فيها، لكن الكرة بدون عنوان، أخطأ الطريق وأخطأ العنوان وذهبت الكرة بعد ذلك وانتهى بها المطاف إلى خارج الملعب. وبالتالي متابعينا مشاهدينا في كل مكان، الدقيقتين انتهت وبانتظار صافرة حكم المباراة ليعلن نهاية الشوط الأول والحصة الأولى والجزء الأول والمشهد الأول من أحداث هذه المواجهة. وبالتالي الشوط الأول سيكون نصراويا، لكن الشوط الثاني كيف سيكون صافرة حكم المباراة؟ نعم، هيثم العامري تأتي في هذه اللحظات ليعلن نهاية شوط المباراة الأول. شبيب محمد الحبسي يترككم الآن في استراحة قصيرة على أن يعود في شوط المباراة الثاني. عودة مرة أخرى متابعينا مشاهدينا في كل مكان عبر عمان الرياضية لاستكمال أحداث هذه المواجهة. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم هذا الرجل وكتيبته بهدف مقابل لا شيء، سجله خيمينيز في الدقيقة رقم 28 من علامة الجزاء، لكن شوط ثاني يبدأ فيه الشباب، وربما يكون شوطا ثاني بثوب مختلف، بثوب ثاني، وربما أول الأهداف تأتي للشباب، لكن بحضور الأخطبوط، إنه فايز الرشيدي والكرة الماضية الخطيرة من كوفي ميشاك، لكن فايز كان حاضرا في الكرة الماضية وبالتالي ضاعت فرصة التعديل لنادي الشباب. بداية مثالية مع بداية شوط المباراة الثاني بالنسبة للشباب، لكن النصر الذي بنفس الأسماء بنفس التشكيلة، لكن لا بأس أن نذكر بالأسماء الحاضرة بالنسبة للفريقين. النصر في حراسة المرمى فايز رشيدي، في الدفاع فهمي دوربين، فهد نصيب، خالد اسكندر، محسن جوهر، جلس فرن، وأيضا لدينا أحمد القريني، أنور مبارك، مازن السعدي، منذر عمير، بينما تشكيلة الشباب لدينا عبد الله الفريسي، وفي الدفاع عمرو جنيات، شوقي غريب، خالد ناصر، وعبد المجيد اليحمدي، وفي المنتصف أرنست، منذر الصبحي، سامح الحسني، وجميل اليحمدي، وفي المقدمة عمر المالكي وكوفي ميشاك. تسديدة حاضرة، لكن الكرة بعد ذلك تعود مرة أخرى عند اللاعب أرنست الذي لديه بطاقة صفراء تحصل عليها في شوط المباراة الأول. الكرة تعود تصل عند عبد الله الفريسي حارس المرمى، ترسل الكرة إلى الأمام، ملعوبة هذه الكرة إلى كوفي ميشاك، ضربة حرة يشير إليه حكم المباراة. إذن ضربة حرة يشير إليه حكم المباراة لنادي الشباب بعد الكرة الماضية وبعد الدفعة التي كانت حاضرة من قبل أنور مبارك على اللاعب جميل اليحمدي، وبالتالي لدينا ضربة حرة في هذه اللحظات لنادي الشباب. إذن ضربة حرة للشباب وبحيوية الشباب يلعب الشباب، وهنا الفرصة والمحاولة، لكن الكرة بعد ذلك تعود وتصل، والكرة بعد ذلك نعم إلى حارس المرمى فايز الرشيدي. عمر المالكي، أنا ذكرت معلومة بأن هدف التعادل لنادي السيب أمام نادي الشباب الإماراتي في نهاية البطولة الخليجية الهدف سجل عن طريق اللاعب عمر المالكي، وهو ليس كذلك، هيثم المحرمي هو من سجل ذلك الهدف لنادي السيب في تلك المباراة وليس اللاعب عمر المالكي. إذا الكرة وصلت إلى خارج الملعب، وليد السعدي الواضح في الصورة ينتظر يرتقب ما سيحدث من خلال الشوط الثاني ومن خلال ال 45 دقيقة وفي المواجهة الثانية بالنسبة لوليد السعدي ضد نادي النصر، وربما تكون إن انتهت هذه المباراة بهذه النتيجة الخسارة الثانية بالنسبة للمدرب وليد السعدي عندما يواجه نادي النصر، وهي الخسارة الأولى ستكون لنادي الشباب بكل تأكيد. محسن جوهر يحاول فيها، محسن لم يظهر في الشوط الأول، محسن من خرج من نادي صحم
وهو مسجلا للأهداف وعاش الأيام الجميلة. وهنا الفرصة والمحاولة تعود لنادي الشباب، الانطلاق الآن والمحاولة، عمر يحاول فيها، الكرة ما زالت مستمرة والمحاولة أيضا مستمرة، وبعد ذلك الكرة تبعد وتصل إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. إذا الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لنادي الشباب، تلعب الكرة بالشكل السريع إلى جميل اليحمدي، يبحث عن الزميل، يبحث عن الرفيق، الانطلاق الآن والعرضية أيضا حاضرة ولكنها بعيدة كل البعد لتعود وتصل عند السوري عمرو، وبعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لنادي النصر. إذا الكرة إلى خارج الملعب، حاول فيها عمرو جنيات، شقيقه كان لاعب للمنتخب السوري عبد اللطيف جنيات ومثل منتخب سوريا، والآن الأخ الأصغر عمرو جنيات هو من يتواجد مع نادي الشباب. الكرة مرسولة ملعوبة إلى الأمام، بعد ذلك الكرة تقطع وتعود مرة أخرى لنادي الشباب. جميل اليحمدي يعود بالكرة إلى مازن السعدي، دفع في الكرة الماضية وضربة حرة يشير إليه حكم المباراة. إذن ضربة حرة لنادي النصر، هذه هي المواجهة السابعة ما بين الفريقين في عصر الاحتراف. بالمناسبة نادي النصر فاز في 4 مواجهات، الشباب فاز فقط في مباراة واحدة وتعادلوا في مباراة واحدة. النصر سجل 9 أهداف في مرمى نادي الشباب، بينما نادي الشباب سجل في مرمى نادي النصر 7 أهداف. والنصر الذي سجل في مرمى الشباب 9 أهداف، هدف واحد في الشوط الأول وكان عن طريق اللاعب الحاضر في هذه المباراة كوفي ميشاك، بينما 8 أهداف كانت حاضرة في الشوط الثاني. بينما الشباب 7 أهداف، وهنا الفرصة والمحاولة على هذه الخطيرة، خطيرة خطيرة خطيرة، ممكن جول 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 ممكن، لكن أبعدت من حلق المرمى وأبعدت الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة الركنية لنادي الشباب. فرصة خطيرة لكن بحضور اللاعب فهد نصيب صاحب الخبرة، وأبعد الكرة الماضية ووصلت إلى خارج الملعب وإلى ضربة ركنية لنادي الشباب. لعبت الضربة الركنية وصلت وعادت للشباب مرة أخرى، تقطع هذه الكرة. نادي النصر بدأ يشعر بضغط كبير، لكنه أمامه هجمة مرتدة، من الممكن أن يأتي النصر بالهدف الثاني. هنا فرصة ومحاولة، الكرة إلى أين؟ الكرة إلى ضربة حرة، الاستمرارية تأتي وعدم التفاهم بين الحكام، لكن الكرة الماضية أيضا لم تلعب بالشكل السليم من قبل اللاعب مازن السعدي وذهبت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. منذر عمير ساقط في أرضية ملعب المباراة، اللاعب رقم 17 بالنسبة لنادي النصر. الشباب الذي سجل كما ذكرنا وتحدثنا 7 أهداف، 4 أهداف في الشوط الأول و3 أهداف في شوط المباراة الثاني، هذا منذ أن بدأ تطبيق الاحتراف في دورينا في موسم 2013-2014. المواجهة السابعة لمن ستكون؟ والنصر يريد الانتصار، نعم يريد الفوز. الكرة تعود وتصل بعد ذلك، وكانت المواجهة الأولى في أستاد السيب، ويومها فاز نادي الشباب 4 أهداف مقابل لا شيء عن طريق محمد تقي وكيتا، وأيضا محمد الحراسي ومحمد تقي من سجل 2 في تلك المباراة. وبالمناسبة كان ذلك الانتصار هو أكبر فوز لنادي الشباب على نادي النصر، وهو آخر فوز لنادي الشباب على نادي النصر منذ تلك المباراة، وما زال نادي الشباب يبحث عن انتصار على نادي النصر، وبالتالي 3 سنوات من الغياب عن تحقيق الانتصار بالنسبة للشباب على نادي النصر. الكرة تعود ولكنها تخرج إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. حديث عن الأرقام، وحتى الآن الرقم 1 لا يتغير في نتيجة المباراة، والنتيجة الحاضرة حتى هذه اللحظة هدف مقابل لا شيء منذ شوط المباراة الأول، ومنذ الدقيقة رقم 28 والنصر يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق خيمينيز الإسباني في التجربة الأولى. وهنا فرصة، يا سلام،
والمالكي يعود بالصقور الشبابية إلى المباراة ويسجل هدف التعادل، والشباب يعود إلى المباراة عن طريق عمر المالكي. الكرة لعبت بالشكل السليم، وكانت الكرة بلمسة بل هي بغمزة من عمر المالكي اللاعب الشاب. نعم يعيد الأمور ويسجل لنادي الشباب، وبالتالي فرحة لهذا الرجل، وبالتالي نعم الشباب يعود إلى المباراة ويسجل التعادل وبانتظار الإعادة. وما حدث في الكرة الماضية، الكرة لعبت من قبل جميل اليحمدي، انطلق جميل ثم بعد ذلك لعب الكرة بالشكل السليم، وبعد ذلك عمر المالكي أودع الكرة في الشباك وأرسل معها التهاني لجماهير الصقور، وبالتالي الصقور يعودون من الباب الكبير والشباب يسجل هدف التعديل. وهذا ما نشاهده من خلال هذه الكرة متابع عبان الرياضية، وبالتالي المالكي هو من سجل أول أهدافه بقميص نادي الشباب. هنا فرصة محاولة لكن تبعد هذه الكرة. نعم الشباب عاد إلى المباراة في التوقيت المثالي جدا، وشاهدنا الرغبة الصادقة والواضحة بالنسبة للاعبي نادي الشباب من خلال شوط المباراة الثاني. لكن النصر كيف سيعود الآن إلى المباراة؟ النصر سيحاول وسيحاول بأن يعود إلى المباراة، إذن هدف مقابل هدف، والآن المتعة ستكون أكثر وأكثر من جانب الطرفين. الكرة في المنتصف، محاولة عند أحمد القريني، إبعاد الكرة، الكرة وصلت إلى أين؟ ما زالت الكرة مستمرة والمحاولة أيضا مستمرة. جميل اليحمدي، تناقل الكرات بالشكل السليم، وصلت الكرة عند كوفي ميشاك، إن مر كوفي ميشاك ستكون خطيرة، هذه خطيرة ما زالت مستمرة، والمحاولة عند عمر المالكي يبحث عن الزميل، يعود بالكرة إلى الخلف، وبعد ذلك الكرة تعود لنادي الشباب. تراجع مخيف بالنسبة لنادي النصر، ولكن الشباب يقدم شوط ثاني مثالي. الكرة والانطلاقة، والكرة إلى أين؟ تلعب الكرة وإلى خارج الملعب. إذا الكرة ذهبت إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس، ملعوبة رمية التماس، ترسل هذه الكرة على إبعاد حاضر من قبل خالد اسكندر، والكرة إلى ضربة حرة، دفعة في الكرة الماضية، وبالتالي الكرة إلى ضربة حرة، يشير إلى حكم المباراة هيثم العامري، وعبر المالكي سجل الهدف رقم 100 لنادي الشباب في عصر الاحتراف وفي مباراته الأولى بقميص الشباب، سجل الهدف رقم 100. هكذا هو السيناريو الحادث في هذه المباراة. الكرة مرسولة من عمرو جنيات، لكن كوفي ميشاك لم يسجل بعد. الهدف رقم 24 له، والهدف الأول بقميص الشباب. الكرة والمحاولة، الفرصة الآن، والكرة ما زالت مستمرة، والمحاولة، لكن الكرة تبعد وتعود مرة أخرى. عادت الكرة، شوط ثاني جميل حتى هذه اللحظة، لكن البسالة الدفاعية بالنسبة لدفاعات نادي النصر. ما الذي حدث لنادي النصر؟ ماذا حدث يا الإسباني؟ النصر تراجع، ما شاهدنا النصر في العشر دقائق الماضية أبدا. وين النصر اللي كان في شوط المباراة الأول؟ لكن الشباب، ما يحسب للشباب عودته بالشكل السليم وفي توقيت مثالي جدا، والآن ربما الثاني يا فايز، وبعد سيكون للشباب النقاط الثلاث. هنا هذه الفرصة، عمرو يرسل الكرة، الكرة ما زالت مستمرة لكن إلى خارج الملعب، ذهبت الكرة إلى خارج الملعب. إذا الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لنادي النصر، لكن لدينا في الجانب المقابل أيضا نادي النصر استطاع أن يفوز على نادي الشباب بنتيجة كبيرة في موسم 2013-2014 بنتيجة 3-0، يومها سجل مهيب عزت وأنور مبارك ومحمد سعيد الشامسي أهداف نادي النصر. الكرة والمحاولة لنادي النصر، بل هي للشباب، والكرة إلى خارج الملعب. إذن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس للشباب، تلعب الكرة، ترسل هذه الكرة وتعود إلى جميل اليحمدي، أسست جميل جدا من جميل اليحمدي، الكرة ملعوبة لكن الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة ركنية لنادي
الشباب. ضربة ركنية في هذه اللحظات لنادي الشباب. الملك يتعرض لضغط كبير، والصقور الشبابية تريد أن تحلق في العلالي وترسل معها التهاني، وهنا لدينا ضربة ركنية لنادي الشباب في هذه اللحظات. كوفي ميشاك يعرف هذا الفريق جيدا، موسمين مع نادي النصر، 19 هدف في الموسم الأول، 4 أهداف في الموسم الثاني، 5 أهداف من علامة الجزاء، والآن هو يريد أن يسجل أول هدف له بقميص الشباب، وليكون بذلك الهدف رقم 24 لكوفي ميشاك في دورينا. وهنا فرصة، لكن الكرة مبعدة، والكرة إلى ضربة حرة على ما يبدو، وبانتظار أن نشاهد الصورة في الكرة الماضية. إذن سلامات للاعب نادي النصر الساقط في أرضية ملعب المباراة بعد الكرة الماضية. وليد السعدي ربما ارتاح بعض الشيء بعد هدف التعادل، يلعب خارج الديار، خارج ملعبه، بينما خيمينيز يفكر. خيمينيز والإسباني. إذن لدينا التغيير الأول، اللاعب رقم 4 وهو اللاعب أنور مبارك يودع اللقاء، ودخول للاعب رقم 2 بالنسبة لنادي النصر وهو اللاعب علي الشحري. علي صلاح الشحري هو من يدخل كأول الأوراق. التغيير الأول، وساعة كاملة متابعينا مشاهدينا في كل مكان عبر عمان الرياضية في الجولة الأولى من دوري عمان تل المحترفين من دورينا من نوفينا، الجولة الأولى حتى الآن، والتعادل الإيجابي الحاضر ما بين الشباب والنصر، هدف مقابل هدف. النصر تقدم في الشوط الأول عن طريق خيمينيز، ثم بعد ذلك عاد الشباب عن طريق عمر المالكي الذي لديه الكرة، وبعد ذلك نحن بانتظار أن نشاهد ما الذي سيحدث في قادم الوقت والثلاثين دقيقة المنتظرة والمرتقبة في هذه الأمسية الكروية. دخول في الكرة الماضية، والآن مطالبة، وبالتالي حكم المباراة ماذا يشير في هذه الكرة؟ إلى ضربة حرة، هل إلى بطاقة صفراء أم ماذا؟ إذن الكرة إلى ضربة حرة لنادي النصر، وسلامات للاعب علي صلاح الشحري لسه داخل إلى المباراة في بداية المباراة من اللمسة الأولى. إذن الكرة إلى ضربة حرة لنادي النصر، نعم هذا علي صلاح الشحري الذي دخل مكان أنور مبارك. إذا الكرة إلى ضربة حرة ملعوبة هذه الكرة، وانحدث التعادل اليوم في هذه المباراة، فسيكون التعادل للمرة الثانية الذي يحدث ما بين الفريقين، لأنهم تعادلوا في الموسم الماضي بنتيجة هدف مقابل هدف، وكان ذلك في أستاد السيب. ولاحظ الدخول في الكرة الماضية، ولكن حكم المباراة أشار إلى ضربة حرة ولم يشر إلى البطاقة الصفراء، حالة تسلل في الكرة الماضية. إذن حالة تسلل وضربة حرة لنادي الشباب، ضربة حرة لنادي الشباب عند حارس المرمى عبد الله ناصر الفريسي. هيثم العامري حكم درجة أولى، المباراة الأولى لهذا الحكم. الكرة مرسولة ملعوبة إلى الأمام، ما زالت الكرة مستمرة، والمحاولة عند كوفي ميشاك، بعد ذلك الكرة تعود وتصل إلى نادي الشباب. أرنست، الكرة مستمرة والمحاولة أيضا مستمرة للشباب، الهدف الثاني يقترب، يقترب بوبكين، ولكن فايز يبعد الكرة الماضية، وبعد ذلك الكرة تبعد، والتشديد حاضر، ولكن الكرة عند عمرو، التسديدة حاضرة والإبعاد أيضا حاضر، والكرة تعود لنادي الشباب عند الدفاعات. وصلت الكرة عند حارس المرمى، ترسل هذه الكرة، ملعوبة الكرة إلى المنتصف، عادت ووصلت لنادي النصر مرة أخرى. إذا الكرة تعود لنادي النصر، فايز الرشيدي يرسل هذه الكرة، فايز بالشكل السليم، يا سلام يا سلام على هذه اللعبة، وصلت عند مازن السعدي، الكرة بدون عنوان، وصلت عند الدفاعات الشبابية وعادت عند أرنست. عادت الكرة إلى الحسني سامح، ينطلق فيها سامح، انطلق نعم مر من الأول من الثاني، وبعد ذلك يبحث عن الزميل في الجهة الأخرى، يجد في هذه اللحظات اللاعب خالد البريكي إلى جميل يحمدي، جميل يرسل الكرة
تلعب الكرة، يا سلام يا سلام على الكرة الماضية، وغضب كبير من قبل فايز رشيدي وحالة تسلل في الكرة الماضية، يشير إليه حكم المباراة بانتظار أن نشاهد الإعادة. لاحظ هذه الكرة، لاحظ هذه الكرة، من كان يقف في موقف تسلل؟ عمر المالكي لم يكن في موقف تسلل، موقف عمر المالكي سليم، ولكن الكرة الماضية ذهبت بردا وسلاما على مرمى فايز رشيدي. شوط أول كان مرتاح البال فايز رشيدي، لكن شوط ثاني يتعرض لهجمات تارة من اليمين وتارة من الشمال، ولكن خطأ فادح جدا، وهنا الهدف الثاني، ولكن فايز يتدارك، وبعد ذلك نعم يتدارك، نعم فايز بكل بسالة يمنع كوفي ميشاك، والكرة الماضية تضيع، وفايز الرشيدي يرتمي بنفسه من أجل الملكي ويتصدى للكرة الماضية. لاحظ هذه الكرة كيف ضاعت على كوفي ميشاك، التسديدة أولا ثم بعد ذلك من فايز، ثم بعد ذلك اصطدمت الكرة وارتطمت طمت في راس فايز وابعدها الى خارج الملعب. ضاعت فرصة الهدف الثاني على الشباب، لكن برافو برافو لفايز الذي انقذ مرمى فريقه من الهدف الثاني، وانقذ النصر من الهدف الثاني. نعم، والكرة الماضية التي اصيب فيها فايز، سلامات لفايز. فايز الرشيدي يتلقى العلاج في ارضية ملعب المباراة، ولدينا نادي النصر سيجري التغيير الثاني والأول لنادي الشباب. طارق الذهلي هو الورقة الأولى، ودخول للاعب رقم 23 وخروج اللاعب رقم 23 وهو اللاعب سامح الحسني طارق الذهلي، وأيضا لدينا تغيير آخر اللاعب رقم 25 وهو اللاعب أحمد القريني سيخرج، ودخول للاعب رقم 15. إذا مروان هو من سيدخل في هذه اللحظات، مروان بيت دوربين هو من سيدخل، وأحمد القريني أيضا سيخرج، والتغيير الثاني لنادي النصر والهدف الثاني لمن سيكون. وبالتالي الآن لدينا الضربة، بل رمية التماس التي ستكون حاضرة لنادي الشباب. إذا رمية التماس للشباب، وكوفي ميشاك ضيع الكرة الماضية وأضاع فرصة التقدم للشباب. الكرة تعود، والكرة الآن إلى طارق الذهلي، واحد من الأسماء المميزة، لعب لنادي السلام، لعب لمجيس، وأيضا لعب لصحار ويتواجد مع الشباب. الكرة تعود تصل لنادي الشباب، وضربة حرة يشير إلى حكم المباراة لنادي النصر. إذا ضربة حرة لنادي النصر، هذا هو أحمد القريني اللاعب الذي لعب للسويق، لعب للمصنعة، وبالتالي هو يترك المجال لزميله مروان بيت دوربين ليشارك الزملاء، يشارك الرفقاء. والنصر لا يحقق النصر في بداية المشوار، والشباب أيضا في الجولة الأولى لا يفوز، وبالتالي نحن مستمرين في التعادل الإيجابي ما بين الفريقين، وبانتظار أحداث أخرى من أحداث هذه المواجهة. والشباب الذي وصل إلى الهدف رقم 100 يريد أيضا أن يكسر الرقم الذي حدث في موسم 2013-2014 بأنه لا يستطيع الفوز على نادي النصر، وبالتالي هنا فرصة ومحاولة، لكن بعد ذلك الكرة تعود والمحاولة أيضا تعود، وعمر المالكي يقدم شوط ثاني رائع جدا، وهنا فرصة، هذه ممكن جول، ممكن دخول ركلة جزاء، نعم ستكون ركلة جزاء، نعم طارق الذهلي يتحصل على ركلة جزاء، وفي نفس المكان في الشوط الأول النصر تحصل على ركلة جزاء، والشباب الآن يتحصل على ركلة جزاء في نفس المكان. إذا ركلة جزاء لنادي الشباب في هذه اللحظات، وفرصة لتسجيل الهدف الثاني لنادي الشباب. وبالتالي علي صلاح الشحري يتحدث مع حكم المباراة، ومن المستحيل أن يغير حكم المباراة قراره لأن القرار قد اتخذ، وبالتالي علي الشحري يتحدث مع حكم المباراة والأمور حسمت، وبالتالي ركلة جزاء ستكون هي الثالثة والثانية في هذه المباراة، الثالثة في دورينا والثانية من خلال هذه المواجهة، وكوفي ميشاك هو الأقرب بأن يسدد هذه الكرة، وفايز رشيدي استطاع أن يتصدى للعديد من ركلات الجزاء، وهو أمام اختبار صعب أمام كوفي ميشاك الهداف، ولكن ننتظر هذه الكرة وما سيحدث فيها. كوفي ميشاك على هذه الكرة، الإفواري، الفيل الإفواري ينطلق في هذه الكرة، والكرة إلى أين؟ جول!
الجول. نعم نعم الشباب يسجل الثاني ويرسل كوفي ميشاك التهاني ليكون الهدف رقم 24 له في دورينا، والهدف الأول له بقميص الشباب. كوفي ميشاك بخبرة كبيرة نعم يسجل، وبأريحية نعم يسجل للشباب. كوفي ميشاك يسجل الهدف الثاني، والشباب يقلب الطاولة على نادي النصر. لاحظ هذه الكرة، ولاحظ الكرة التي تسكن إلى الشباك، والكرة نعم إلى الهدف الثاني للشباب. هدفين للشباب، والنصر أصبح بهدف وحيد، والنقاط الثلاث لنادي الشباب حتى هذه اللحظة. إذن كوفي ميشاك يسجل الثاني، تغيرت الأمور، تغير السيناريو، لم يكن أحد يتوقع بأن يحدث هذا، لكن الشباب استطاع أن يقلب الطاولة واستطاع أن يسجل الهدف الثاني. بالمناسبة نادي الشباب هي هذه الزيارة الرابعة لهذا الملعب بالنسبة لنادي الشباب، استطاع من خلال الزيارات الثلاث لهذا الملعب بأن يفوز على صلالة برباعية، وتعادل مع ظفار بنتيجة 0-0، واستطاع أيضا أن يفوز بل خسر من أمام النصر بنتيجة 0-0 في المباراة التي كانت في الموسم الماضي، والهدف الذي سجله مازن السعدي. بينما النصر الذي يلعب هذه المباراة على هذا الملعب هي المباراة رقم 12، ولديه 7 حالات فوز وتعادلين مع صحار وظفار، وخسارتين من نادي ظفار وكذلك مسقط. وهذه هي المباراة رقم 26 التي بل هي رقم 27 التي تقام على هذا الملعب في عصر الاحتراف، لأن كما يعرف الجميع بأن أستاذ السعادة من كان يستضيف مباريات أندية ظفار، لكن بعد ذلك أصبح هذا الملعب هو من يستضيف مباريات نادي النصر وظفار، وكذلك في الموسم الماضي كان نادي صلالة، وقبل ذلك كان نادي الاتحاد. الكرة وصلت وعادت مروان دوربين، هو الورقة الثانية، وأحمد القريني من ودع اللقاء، وأشاهد لاعب آخر سيكون حاضرا بالنسبة لنادي النصر. لاحظ الكرة الماضية عمر المالكي، أنا أعتقد وهذه وجهة نظري الشخصية المتواضعة بأن عمر المالكي مان أوف ذا ماتش من خلال هذا اللقاء. عمر المالكي قدم مباراة رائعة جدا، اللاعب رقم 20، اللاعب الشاب، لاعب منتخبنا الوطني، وهو الذي سجل الهدف الأول لنادي الشباب وعاد نادي الشباب. وهنا لدينا فهد نصيب يودع اللقاء ودخول للاعب رقم 19 بالنسبة لنادي النصر وهو محمد فرج. محمد فرج هو من يدخل في هذه اللحظات، وعمرو جنيات ساقط في أرضية ملعب المباراة يتلقى العلاج في هذه اللحظات. عمرو جنيات اللاعب السوري الساقط في أرضية ملعب المباراة. فايز رشيدي تمنى بأن تكون الشباك نظيفة، لكن تغير كل شيء. فهد نصيب يتحدث مع الزملاء، ما الذي حدث للنصر؟ لم نكن نتوقع بأن يحدث هذا السيناريو، ربما هذا هو لسان حال فهد نصيب. وهنا لدينا محمد فرج، والنصر يبحث عن الفرج، يبحث عن المنفذ، يبحث عن المعبر للعبور وتعديل النتيجة. وفي هذه المواجهة الأولى في بطولة الدوري ضد الشباب، الكرة تعود والمحاولة أيضا تعود لنادي الشباب. كوفي ميشاك، كوفي يحاول فيها، كوفي ميشاك تجارب عديدة بالنسبة لهذا اللاعب، اللاعب الذي لعب مع نادي سان جيرفيل العادي، أحد أندية الدرجة الثانية في ساحل العاد، ثم انتقل بعد ذلك إلى أولمبيك خريبكا المغربي، ثم انتقل إلى جمعية الخروب، أحد أندية الدرجة الأولى في الجزائر، ثم بعد ذلك جاء ولعب لنادي وفاق سطيف الجزائري، ثم نادي أمل الأربعاء الجزائري، ثم بعد ذلك رحل إلى أم الدنيا إلى نادي الإسماعيلي، ثم بعد ذلك جاء لنادي النصر، ثم بعد ذلك عاد مرة بل ذهب لنادي اتحاد كلب الإماراتي، ثم عاد في الموسم الماضي في القسم الثاني مع نادي النصر، والآن هو يتواجد مع نادي الشباب ويسجل الهدف الأول له والثاني لنادي الشباب. خيميني إيمانويل واضح في الصورة، ما كان يتوقع هذا السيناريو، لكن هذا ما حدث يا خيمينيز، ويا خوفي أن تأتي الإقالة سريعا يا خيمينيز، ودورينا ما في أمان أبدا بالنسبة للمدربين.
لا يتمنى ذلك، لكن هو وقع لمدة سنتين مع نادي النصر. الكرة تذهب إلى خارج الملعب وتذهب إلى رمية التماس لنادي النصر. وليد السعدي عاد بنادي الشباب إلى المباراة. تعود هذه الكرة وتصل بعد ذلك لنادي النصر. عودة مرة أخرى بالكرة، لكن هذا الموسم سيكون موسم مضغوط جدا في المباريات والدوري الذي سيتوقف لمرتين خلال الدور الأول. التوقف الأول سيكون في الأول من أكتوبر إلى الرابع عشر من أكتوبر، والتوقف الثاني سيكون من الخامس حتى 22 من نوفمبر، والقسم الأول الذي سينتهي في الثاني من ديسمبر. وكما يعرف الجميع بأن السلطنة في انتظارها بطولة كأس العالم العسكرية التي ستكون في 13 من يناير بحول الله تعالى. وبالتالي القسم الأول لدورينا سيكون مضغوط جدا، والنصر الذي سيلعب مباراته المقبلة بحول الله تعالى وستكون في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشرة أمام مسقط، بينما نادي الشباب هو من سيلعب في أستاد السيب أمام الصحم. الكرة ملعوبة، مرسولة هذه الكرة واصلة بعد ذلك إلى دفاعة نادي الشباب، تغطية حاضرة والكرة ما زالت مستمرة والمحاولة أيضا مستمرة، والكرة تعود وتصل إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس لنادي النصر. بإمكان النصر أن يعود، النصر بالتاريخ الكبير، النصر النادي الذي استطاع أن يحقق بطولة الدوري لمرتين متتاليتين في موسم 79-80، موسم 80-81، وهو أول نادي بالمناسبة في بطولة الدوري يستطيع أن يحقق بطولة الدوري لمرتين متتاليتين. والنصر الذي مر عليه نجوم كبار ولعبوا مع نادي النصر، لعب له حمتول جمعان وأيضا هداف مونديال الإكوادور في 95 محمد عامر الكثيري، فرج فريش، وأيضا لدينا التونسي لطفي، وأيضا محمد خميس عكعاك وأحمد سعيد وعوض جمعان ومجدي شعبان وأيضا هاشم صالح، ولا ننسى أيضا اللاعب وهو فوزي بشير. أسماء مرت من نادي النصر، لكن جماهير الملكي تريد أن تشاهد أفراحا بعد سنوات عجاب وبعد سنوات قاسية لهذه الجماهير التي انتظرت وانتظرت كثيرا بطولة الدوري. وهنا لدينا يونس المشيفري الذي سيكون الورقة الجديدة لوليد السعدي، وبالتالي بخبرة يونس المشيفري التي ستكون واضحة بالنسبة لهذا الرجل الذي سيدخل بعد لحظات قليلة. تعود الكرة تتحول إلى الجهة اليسرى، محاولة بعد ذلك، لكن الكرة تصل عند اللاعب جميل اليحمدي، مرور بعد ذلك الكرة تلعب لكن بدون عنوان، وتصل الكرة إلى خارج الملعب. أيضا لدينا جميل اليحمدي يقدم مباراة رائعة جدا، هذا يونس المشيفري 34 سنة لهذا الرجل، أربع مباريات دولية بالمناسبة مع منتخبنا الوطني. الكرة مرسولة ملعوبة تصل إلى حارس المرمى عبد الله ناصر الفريسي. في هذا الملعب هذا الموسم نادي مسقط تقدم أولا ثم بعد ذلك ظفار استطاع الفوز في المباراة، والآن لدينا من نادي النصر تقدم أولا ثم بعد ذلك عاد نادي الشباب وهو المتقدم حتى هذه اللحظة، ومحمد الحبزي هو أول لاعب يسجل في بطولة الدوري هذا الموسم من خلال مباراة نادي مسقط أمام نادي ظفار في الدقيقة السادسة. لكن لدينا عبد العزيز المقبالي الذي يقدم أوراق اعتماده منذ البداية بتسجيله لثلاثة أهداف هاتريك في مرمى نادي جعلان، والوافد الجديد نادي جعلان، وأيضا لدينا الرستاق وعودة نادي عمان، وهنا لدينا عمر المالكي يترك اللقاء ليونس المشيفري اللاعب الذي يشارك في هذه اللحظات. ويونس المشيفري بالمناسبة لديه 16 هدف بقميص نادي الشباب في عصر الاحتراف،
10 أهداف سجلها في الموسم الأول، ثم رحل لنادي ظفار ولم يسجل أي هدف، ثم عاد في الموسم الماضي مع نادي الشباب وسجل 6 أهداف، وبالتالي الهدف رقم 17 بالنسبة ليونس المشيفري قد يكون حاضرا من خلال هذه المباراة. كل شيء ممكن أن يحدث. الكرة تذهب إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس لنادي النصر. حكم المباراة يتحدث في هذه اللحظات مع حد الطاقم الإداري لنادي الشباب. الكرة تعود والمحاولة تعود لنادي النصر. النصر ما ظهر في الشوط الثاني وأخطاء فادحة هنا، الكرة والانطلاقة والآن المحاولة، لكن التغطية حاضرة من قبل خالد والكرة تعود بعد ذلك والكرة تصل لنادي النصر. أنا حقيقة ما شاهدت اللاعب محسن جوهر، ما شاهدت محسن جوهر وكأنه غير موجود في أرضية ملعب المباراة. محسن جوهر بإمكانياته الكبيرة، اللاعب الذي لديه 27 هدف بقميص نادي صحم، 7 أهداف في الموسم الأول، 10 أهداف في الموسم الثاني، و10 أهداف أيضا في الموسم الثالث، وهنا خطأ كبير من قبل حارس المرمى، لكن بعد ذلك الكرة تستمر والمحاولة تعود، والمحاولة الآن لنادي النصر وما زالت الكرة مستمرة ومطالبة بركلة الجزاء، لكن الكرة الماضية عادت مرة أخرى عند دفاعات نادي النصر، وقبل ذلك ضربة حرة لكوفي ميشاك. إذن ضربة حرة لكوفي ميشاك، لاحظ الكرة الماضية ولاحظ المحاولة، وبعد ذلك أبعدت من قبل عبد الله ناصر الفريسي وبطاقة صفراء. نعم يتحصل عليها لاعب نادي الشباب، كابتن وقائد نادي الشباب وهو اللاعب عبد المجيد اليحمدي، ثاني بطاقة صفراء في المباراة بعد أن تحصل أرنست على بطاقة صفراء في الشوط الأول. إذن 10 دقائق متابعينا مشاهدينا في كل مكان عبر عمان الرياضية، 10 دقائق من مواجهة النصر والشباب، والحياة دقائق وثواني، فمن يستغل الدقائق والثواني هو من يحقق الأماني. وحتى الآن الشباب يعيش الأفراح ويترك الأتراح لنادي النصر الذي لا يبدأ بالبداية المثالية، نعم حتى هذه اللحظة، وهو الذي يفكر بنتيجة التعادل والعودة إلى المباراة. إذا الكرة ذهبت إلى خارج الملعب، وهنا المدرب الإسباني، واضحة النظرات للإسباني، واضحة نظرات المدرب صاحب 45 سنة، درب في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية. وهنا لدينا الضربة الركنية، طارق الذهلي على تنفيذ هذه الكرة، الكرة ملعوبة، الكرة تمر من الجميع لتعود وتصل إلى عمرو، عمرو يحاول فيها، الكرة عند السوري، محاولة وانطلاقة، الكرة العرضية كوفي ميشاك، وبعد ذلك تبعد الكرة والإبعاد أيضا حاضر، والكرة تعود مرة أخرى لتصل إلى محمد فرج، وبعد ذلك الكرة عادت ووصلت عند نادي الشباب. إذا الكرة وصلت لنادي الشباب، طارق الذهلي يحاول في هذه الكرة إلى أرنست، لديه الكرة، بعد ذلك الكرة تصل إلى اليحمدي عبد المجيد، إلى اليحمدي الآخر وهو جميل، ويونس المشيفري ترسل الكرة إلى الجهة اليسرى إلى عمرو، وصلت الكرة والكرة تلعب إلى يونس المشيفري، الشباب يسيطر، نعم يا سلام على يونس، مرور من الأول، تقطع هذه الكرة من يونس، سقوط وعرقلة، مازن السعدي تراجع إلى خط المنتصف، الكرة بعد ذلك تعود وتصل إلى مروان دوربين، الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس. النصر يحاول، والنصر لديه فرصة لأن يعدل النتيجة. بالمناسبة لدينا في بطولة الدوري من خلال هذا الموسم 338 لاعب تم تسجيلهم في كشوفات الاتحاد العماني بالنسبة لرابطة دوري المحترفين لهذا الموسم، وفترة التسجيل مستمرة حتى 30 من هذا الشهر بحول الله تعالى. الفترة الثانية ستكون في الميركاتو الشتوي من الأول من يناير حتى 28 من يناير. لاحظ الكرة الماضية والدخول، ومنذر عمير هو من تحصل على ضربة حرة في تلك الكرة. إذا الكرة إلى ضربة الحرة للشباب، الشباب يتحصل على ضربة حرة في هذه اللحظات. ونحن وصلنا إلى الهدف رقم 13 بالنسبة لهذه الجولة حتى هذه اللحظة.
وبانتظار معرفة نتائج الرستاق الوافد الجديد أمام العروبة والخابورة والنهضة التي ستكون بعد هذه المباراة بحول الله تعالى. وهنا بطاقة صفراء ليونس المشيفري يتحصل على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات، غير راضي على قرار حكم المباراة ما الذي حدث في الكرة الماضية والبطاقة الصفراء التي تحصل عليها يونس المشيفري. لاحظ الكرة الماضية، يونس المشيفري لاعب خبرة، لاعب لديه إمكانيات كبيرة جدا. ويونس المشيفري سبق وأن سجل في مرمى النصر، الكرة تعود وتصل عند حارس المرمى. نعم سجل في موسم 2011 عندما كان يسمى الدوري دوري عمان موبايل. الكرة ملعوبة مرسولة، هذه الكرة تعود إلى كوفي ميشاك. بالمناسبة في بطولة دورينا في الجولة الأولى في موسم 2013-2014 وأتحدث عن الأهداف في عصر الاحتراف في الجولة الأولى في أول موسم شاهدنا 17 هدف، في الموسم الثاني شاهدنا 16 هدف، في الموسم الماضي في أول جولة 21 هدف. لكن صاحب 27 هدف الواضح في الصورة محسن جوهر الغائب تماما عن هذه المباراة، وهو اللاعب الذي لديه 15 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني، هو الغائب الأبرز عن هذه المباراة، لأننا لم نشاهد محسن جوهر ولا خطورة محسن جوهر. لا أريد القسوة على محسن جوهر، لكن هذا ما شاهدناه من خلال هذه المباراة، وربما يتفق الزملاء في هذه النقطة في الاستوديو التحليلي، لكن محسن جوهر لم تصل إليه الكرات، والإسباني خيمينيز غاب كثيرا في الشوط الثاني. الكرة وصلت عند خالد، المحاولة الآن والفرصة ترسل هذه الكرة، وصلت عند مازن السعدي، خروج لحارس المرمى والكرة وصلت عند عبد الله ناصر بدون عنوان وإلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لنادي النصر. خمس دقائق هي من تفصلنا عن نهاية هذه المباراة، خمس دقائق ونادي الشباب يحقق الانتصار والبداية المثالية. وحكم المباراة يطالب بتغيير الكرة وتحويلها لنادي الشباب، ربما أخطأ لاعب نادي النصر في لعب رمية التماس. الكرة تعود تصل إلى المشيفري، إلى طارق الذهلي، بعد ذلك الكرة تعود مرة أخرى إلى دفاعات نادي النصر. السجال مستمر والحوار مستمر والمباراة مستمرة والتفاصيل ما زالت أيضا مستمرة، والقصة لم تكتب. النهاية بعد، والنهاية السعيدة لمن ستكون والنهاية الحزينة لمن ستكون في بداية المشوار في أول انطلاقة لدورينا بالنسبة للشباب وكذلك بالنسبة للنصر. النصر إن خسر ستكون الخسارة رقم 30 في مباراته رقم 79، وبالتالي النصر يبحث عن نقطة التعادل من خلال الوقت القادم. ولاحظ هنا الإعادة، وبالتالي طالب حكم المباراة بتغيير الكرة وتحولت لنادي الشباب. الكرة ملعوبة مرسولة تبعد من دفاعات نادي النصر، عادت هذه الكرة بالخطأ من محسن جوهر، ما زالت الكرة مستمرة، ضربة حرة يشير إليه حكم المباراة لمحسن بل ليونس المشيفري. إذن وليد السعدي يقترب كثيرا من تحقيق الانتصار، وليد السعدي على بعد فقط ثلاث دقائق لأن يحقق الانتصار على نادي النصر في أول المشوار وفي أول مباراة لنادي الشباب، وهو يلعب خارج الديار خارج ملعبه بعيدا عن الأنظار وبعيدا عن الجماهير والمحبين. هنا فرصة ومحاولة، مازن السعدي يسعد الأنصار، مازن السعدي يعود من الباب الكبير ويعود بالملكي إلى المباراة ليضع بصمته أخيرا في نادي النصر. نعم النصر لا يرفع المنديل الأبيض، ومازن السعدي غاب كثيرا لكنه ظهر في الوقت المثالي وسجل التعادل لنادي النصر، والنصر يرفض الاستسلام ويسجل الثاني بطريقة جميلة
جميلة. نعم مازن السعدي سدد الكرة والكرة مرت من الجميع لتعرف طريق الشباك ويسجل النصر ثاني الأهداف. هذا ما يحدث. مازن السعدي إذن يسجل لنادي النصر والتعادل في هذه المباراة في شوطها الثاني الذي كان مثاليا جدا، وبالتالي هدفين مقابل هدفين. هذه هي النتيجة الحاضرة في هذه المباراة، وبالتالي الفريقين يعيدان إلى الذاكرة مرة أخرى وإلى عام 2008 عندما حدثت هذه النتيجة وتعادلوا بهدفين مقابل هدفين. إذن لدينا ضربة حرة، من الممكن أن نشاهد سيناريو مجنون، من الممكن أن نشاهد أحداث أخرى. هذا ما ننتظره وهذا ما نرتقبه في هذه اللحظات. خالد اسكندر تحصل على بطاقة صفراء، وبالتالي هي البطاقة الصفراء الرابعة في هذه المباراة. فايز ينتظر ونحن من المنتظرين بل من المرتقبين لهذه الكرة. فايز لا يريد أن يأتي الهدف الثالث، لكن الشباب يريدون الثالث ومعها النقاط الثلاث، لأنه لم يبقى الكثير على نهاية المباراة. عمرو جنيات على تنفيذ هذه الكرة، السوري المدافع الذي يدافع عن ألوان الصقور هو من سيسدد هذه الكرة، لكن حكم المباراة يوقف اللعب لبضع ثواني، والآن يطلق الصافرة لتسديد هذه الكرة وللعب الكرة. الكرة مرسولة ملعوبة لكن الإبعاد حاضر لتعود إلى نادي الشباب مرة أخرى. إذن هي دقيقة واحدة فقط، ولكن هنا لدينا فرصة وكوفي ميشاك، لكن الأخطبوط حاضر في الكرة الماضية. فايز الرشيدي، ملعوبة الكرة من فايز، مرسولة لكنها بالخطأ، تعود الكرة وتصل، وحالة تسلل يشير إلى حكم المباراة في الكرة الماضية. هذه المباراة شاهدنا فيها أحداث كثيرة جدا، شاهدنا ركلتي جزاء، شاهدنا أربع بطاقات صفراء، شاهدنا أربعة أهداف، وبالتالي مباراة كانت رائعة. وربما ستكون هذه المباراة هي المباراة الثانية الأجمل والأمتع من خلال الجولة الأولى، لأن الديربي في هذه الجولة أيضا كان ممتعا خاصة في شوط المباراة الثاني، وهذه المباراة أيضا كانت ممتعة في شوط المباراة الثاني، والفريقان سيقتسمان النقاط نقطة لنقطة إن انتهت هذه المباراة، لأننا وصلنا إلى 90 دقيقة متابعينا مشاهدينا في كل مكان. إذن 90 دقيقة انتهت و3 دقائق هي الوقت المحتسب بدل الضائع، يشير إلى حكم المباراة في بداية المشوار بالنسبة للملكي وأيضا للصقور الشبابية. إذن هي الأمور كما تشاهدون، لكن النهاية كيف ستكون؟ 3 دقائق كافية بأن يسجل النصر، و3 دقائق أيضا كافية للشباب من أجل أن يحقق النصر. إذن إيمانويل أول ظهور، ولكن التعادل والنقطة أفضل من الخسارة يا إيمانويل، لأن الهدف أتى في وقت مهم جدا، وتتحدث عن الدقيقة رقم 86. الكرة مرسولة من فايز الرشيدي، لكن تقطع هذه الكرة، تعود مرة أخرى وعادت عند مروان إلى المدافع خالد، أرسلها خالد السندر إلى مازن السعدي. مازن السعدي نثر الفرح لجماهير نادي النصر، محاولة وفرصة، الكرة تعود تصل إلى طارق الذهلي، الانطلاقة حاضرة والمحاولة أيضا حاضرة في هذه اللحظات. كوفي ميشاك بعد ذلك تتحول الكرة، تصل إلى يونس المشيفري، بالغ في الكرة الماضية يونس، يحاول فيها، سقط في الكرة الماضية، ضربة حرة ضد جيلاس اللاعب السنغالي صاحب 22 سنة، لعب في الدوري الجزائري مع نادي بيديجيا الجزائري، لعب أيضا في الدوري الإسباني مع نادي جيرونا الإسباني بي، وأيضا كما ذكرنا لعب لأتلتيكو مدريد سي، وهو جاء بتوصية من قبل المدرب الإسباني إيمانويل كاريخا. وبالتالي أيضا لدينا ربما نادي النصر يتعاقد مع لاعب إيراني، وننتظر ما سيحدث في الأيام القادمة. الكرة ملعوبة مرسولة هذه الكرة، والكرة ما زالت خطيرة خطيرة خطيرة، لكن تضيع بغرابة بغرابة من الهداف، بغرابة نعم من يونس المشيفري. الكرة الماضية لا تضيع، لكنه ضيع الكرة الماضية. أين كانت دفاعات نادي النصر في الكرة الماضية؟ لكن الكرة الماضية ضاعت، وضاعت أحلام وتطلعات وآمال نادي الشباب، والكرة الماضية لا
تضيع يا يونس. لاحظ هذه الكرة التي أرسلت، كوفي ميشاك لعبها بالرأس، وبعد ذلك التسديدة من يونس المشيفري ذهبت أدراج الرياح وذهبت إلى خارج الملعب وعلت الخشبات الثلاث لتضيع الفرصة ويضيع بذلك الفوز على نادي الشباب، وهي ثواني قليلة وتأتي الصافرة. نادي الشباب ضيع فرصة الفوز من خلال هذه المباراة في شوطها الثاني. كوفي ميشاك ضيع فرصة لا تضيع، ويونس المشيفري أيضا ضيع، وقد تأتي العقوبة، لكن الحارس عبد الله ناصر كان حارسا في الكرة الماضية وحمل عرين وأمسك بالكرة الماضية. هكذا هي الصورة واضحة، وهكذا هي الأحداث واضحة بالنسبة لهذه المباراة. الكرة تعود إلى يونس المشيفري، آخر الفرص وآخر الثواني، ومعها ربما تكون التهاني، لكن التهاني لن تكون حاضرة لأن الكرة أبعدت ووصلت الكرة إلى رمية تماس لنادي الشباب. لكن صافرة حكم المباراة هيثم العامري تأتي في هذه اللحظات ويطلق الصافرة لتنتهي بذلك هذه الأمسية الكروية الرائعة التي قدمها الفريقين نادي النصر ونادي الشباب، يكتفيان بالنقطة في أول المشوار. إذن الشباب نعم استطاع أن يصل إلى الهدف رقم 100، ولكنه لم يستطع أن يكسر العقدة وأن يفوز على نادي النصر، وبالتالي 3 سنوات على تحقيق آخر انتصار بالنسبة لنادي الشباب. الأمور انتهت متابعينا مشاهدينا في كل مكان.